برضه حط ما حطش عليك. طب الموضوع بتاع تونس ده خلص على ايه بقى؟ الموضوع بتاع تونس ده خلص على بصراحه على حاجه عظيمه يعني، يعني هو الحمد لله خلص على حاجه كويسه قوي 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 بصراحه يعني. النقابه التونسيه توجهت بالاعتذار وان ده ما ينفعش، وهو كان في لبس في الامور جدا طبعا، انك يعني مش لما تيجي تتخانق مع واحد، لما تيجي تتخانق مع شخص، معنى كده انك انت بتسيء لكل الاشخاص او هو ده رمز للاشخاص؟ لا، لا طبعا، يعني ما اسقطش لحد يعني خالص خالص. المرأة التونسية دي يعني حاجة على دماغنا يعني. واحنا بنقعد، وانا قلت يمكن في فيديو عملته، احنا بنقعد نسمع الست التونسية ولما يكون في كلام حكيم او اديبة او شاعرة بنقعد نسمع ونستفاد. انما لما يكون انا في مشكلة مع حد يبقى انا كده احنا جبنا كل المرأة التونسية، ده انا يعني شيء ما اقبلوش اصلا. فلما انا نزلت الفيديو ده الناس يعني ابتدت يوضح لها الصورة ان هي المشكله مع اشخاص، والاشخاص دول مش هم الرمز. انت فنان محترم ومؤدب وبتحترم الناس كلها وفي كل مكان مشرفنا، وبتحترم المراه، انا شايفك محترم المراه كمان في اليونان اهو احترام كبير. والله دي مراه تحترم بصراحه. طب قول لي اجواء الحفله كانت عامله ازاي هناك في تونس؟ ايه انا شايف الناس كانت مبسوطه في تونس برضو. قوي 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 قوي، دي كانت حفله جميله جدا، ولسه ان شاء الله عندي حفله قريب. والله ان انا اول ما هنزل تونس النقابه التونسيه وجهت لي دعوه ان انا اروح على النقابه علشان يتم تكريمي في النقابه، وده شيء بصراحه يعني يعني فوق الرقي كمان. وطبعا ده من المكالمات اللي عملها استاذ مصطفى كامل للبقيط في تونس، بصراحه يعني الناس كلها لما عرفت الحقيقه وقفت في ظهري جدا الحمد لله. ده شيء انا سعيد بيه قوي قوي قوي، شكرا يعني. يا احمد، لا يا حبيبي، لو رحت تاني ميكانوس وما خدتنيش انا مش هقول لك انا هعمل ايه، ومش هقول لك يا حبيبي ايه اللي انا بقول لك اهو، انت عارف حبيب قلبي ده احنا ضيوف عندك في ميكانوس، انت بتقول قدام الناس كده عشان ما عشان ما يحسدكش. ماشي ماشي. شكرا احمد سعد، شكرا لك.